يقول: هل يجوز لطالب العلم أن يتحرى في عقائد أئمة المساجد ظنا منه أن يكون أحدهم يعتقد عقائد كفرية؟ وما نصيحتكم لمن هذه حاله وكثير الشك في ذلك؟ لا يجوز هذا، إساءة الظن بالمسلمين. إن ظهر لك شيء تعمل به، وما ظهر لك شيء فالأصل في المسلم العدالة والخير، الحمد لله. إذا وجدت الناس يصلون صل معهم، إذا وجدت الناس يصلون صل معهم، واترك الظنون الفاسدة، أحسن الظن بإخوانك حتى يتبين لك ما يخالف ذلك. نعم.